لو الحكايه فيها ان فيجو احنا برعنا من هزج الحكاية جامعة الدول العربية في جامعة تلوان. احنا موجودين السنة اللي فات كنا موجودين في عدد 9 جامعات، احنا موجودين في 24 جامعة، ولكن عدد مهول بصراحة. جامعة الدول العربية هي تقدر تستخدم من كل الجامعات الدول العربية، وتقدر تعمل نموذج من الحكاية عشان طلاب النموذج بيهدف ليه؟ هو فكرة كلها ان هو بيجمع كل التخصصات لكل الكليات. الاستفادة العامة من الموضوع ده الفكرة ان احنا عايزين نطلع ناس مؤثرين في المجتمع بتاعنا، مؤثرين في البلاد بتاعنا. احنا عندنا في نموذج محاكاة زينا بنفس كل الشكل ده موجودين في العراق، اول سنة اليوم في العراق اهو، بنتوسع في كل الدول العربية. احنا دي كانت الاهداف بتاعتنا، ان احنا نتوسع في الدول العربيه. احنا معانا ناس مشاركين من اليمن، من سوريا، من فلسطين، معانا كذا دوله عربيه مشاركين معانا، معانا يعني معانا 16 جنسيه ان شاء الله يكونوا معانا في النموذج باذن الله. فدي كانت كل الفكره، ان هي الروح اللي موجوده من الشباب العربي كلهم يكونوا موجودين على ترابيزه واحده بيركزوا في الدوله بتاعتهم، بيمثلوا كانهم وزراء الخارجيه بس على نموذج اصغر شويه، ويقدروا ان هو يطلعوا بتوصيات كشباب في جامعه الدول العربيه في الوطن العربي بشكل عام. ده كلام باختصار شديد. النموذج احنا عندنا اربع مجالس، ودول اكتر اربع مجالس فيهم المشاكل في الوطن العربي. عندنا في نموذج عندنا في المجلس الخاص بالدفاع العربي المشترك، عندنا مجلس خاص بالمرأة، عندنا مجلس خاص بالمجلس الاقتصادي، عندنا مجلس خاص بوزراء الاعلام. دي كانت اكبر مشاكل بتواجه الوطن العربي، الاربع مجالس دول. فاحنا قررنا ان احنا نعمل الاربع مجالس عشان نطلع بتوصيات للوطن العربي، ونطلع بتوصيات لجامعة الدول العربية، وإن شاء الله التوصيات دي تتاخد، يعني وزارة الخارجية العربي يبدو بيها بإذن الله.